أقيمت في كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان مراسم تخريج الفوج الثاني من طلبة دراسة اللاهوت. هذا البرنامج الذي تقدمه جامعة بيت لحم بالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي، حيث تسلم الطلبة الخريجون خلال القداس الإلهي شهاداتهم التي تؤهلهم ليكونوا معلمي التربية المسيحية في المدارس. إلى المزيد. دعوتني إليك أتيت، هديتني الطريق مشيت. تحت رعاية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، احتفلت جامعة بيت لحم بالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي في عمان بتخريج الفوج الثاني من طلبة الدراسات اللاهوتية والبالغ عددهم 15 فرداً، حيث أقيم في كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران الشوملي بمشاركة مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في فلسطين والجليل الأب إياد طوال والأب وسام منصور مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن ومكتب التعليم المسيحي والأب رشيد مستريح الأمين العام للمؤسسات الكاثوليكية التربوية في الأردن والأب جهاد عماري مدير عام مدارس مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك وبحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع من المؤمنين. وتحدث المطران الشوملي في عظة القداس للطلبة الخريجين قائلا: نحن من خلال علم اللاهوت نتعمق في شخصية معلمنا السيد المسيح، فاللاهوت أيضا هو تلمذة للمسيح وهو أيضا رسالة ننقلها للأجيال القادمة. تخرجكم اليوم يتزامن مع القديس متى الرسول. لنبدأ بمثال متى. متى قبل أن يكون إنجيلياً ومعلماً كان تلميذاً. كان تلميذاً. التلمذ للمسيح هو شرف عظيم. أن نتعلم اللاهوت هو شرف عظيم. أن نتعلم اللاهوت هو تلمذ للمسيح، لأننا من خلال علم اللاهوت نحن نتعمق في شخصية هذا المعلم الفذ الذي لا يعادله أي معلم من المعلمين الكثيرين الذين علموا على هذه الأرض. وألقت الأخت ماتيلدا السمردلي إحدى الملتحقات بدراسة اللاهوت كلمة بالنيابة عن الطلبة الخريجين جاء فيها: إننا اليوم نحتفل بإكمالنا وسعينا الدؤوب خلال السنتين الماضيتين لدراسة اللاهوت، تزودنا خلالها بكلمة الله الحية على يد أساتذة قديرين علمانيين وإكليروس أكرمهم الروح القدس بفيض من علم الكتاب، فلم يبخلوا علينا بأية معرفة، شاكرة الجميع على ما قدموه لهم ولجميع الحاضرين. في إنجيل يوحنا الفصل الخامس قال المسيح: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. وها نحن قد أكملنا السعي الدؤوب في السنتين الماضيتين وقلبنا صفحات كثيرة ونبشنا بطون كتب عديدة حتى لا نمضي إلى عمواس بطيئي الفهم. ليكن الرب يسوع المسيح معيناً وعاضداً لنا جميعاً ومباركاً لمقاصدنا ومقدساً لها حتى نخوض في جهاد غربتنا الأرضي بلا لوم ولا عثرة، والمجد الدائم للثالوث الأقدس. آمين. وعبر الأب طوال ممثلاً عن جامعة بيت لحم في كلمته عن الرسالة التي يسعى لها هذا البرنامج من خلال دراسة الطلبة للاهوت، مشيراً أن هذا النجاح ما كان ليتم لولا جهودي ودعم الجميع، ممثلاً بالكنيسة المحلية والتعاون مع مكتب التعليم المسيحي. ورأيت فيكم حقيقة طلاباً يبتغون البركة والنعمة أولاً بدراسة اللاهوت والمعلومة الأكاديمية والعلمية، وهذا هو الهدف الذي تؤكده وتريده جامعة بيت لحم
تحقيقاً لرسالتها، وهي التنشئة الأكاديمية والعلمية باحتراف، ولكن أيضاً بعيش رسالتنا جميعاً كمسيحيين في هذا الشرق وفي هذه البلاد المقدسة. فهذا البرنامج يعكس ما نرغبه كجامعة بيت لحم في التعاون الوثيق والبناء لما يهدف من مصلحة عليا لجميع الإخوة والأخوات المسيحيين في بلادنا المقدسة. بدنا نشكر جامعة بيت لحم اللي هي القائمة على البرنامج هذا، واللي لولا مساعدتها ولولا تشجيعها لإلنا ما بنعمل هذا المشروع. يعني طبعا المشروع بالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي وجامعة بيت لحم، التنين هم اللي بينجحوا هذا المشروع مع بعض، لا إيد واحدة ما بتزقف لحالها. شكر كتير كبير لكل الخريجين، لنورسات اللي بترافقنا دائما باحتفالاتنا. وفي الختام تم منح الشهادات للطلبة الخريجين متبادلين الصور التذكارية مع سيادة المطران والآباء الكهنة، وبعدها التأم الجميع في حفل استقبال متبادلين التهاني مع الطلبة وذويهم.